حماية نساء بإثمارين، اسم نظم تحت رايته كيان عسكري خاص للمرأة السريانية لتدافع من خلالها عن أرضها وشعبها وجميع مكونات الجزيرة السورية، وتدخل المعارك إلى جانب الرجل، حيث أعلن الكيان العسكري للمرأة السريانية اليوم الأحد في أكاديمية قرية روتان التابعة لبلدة تيربيسبي، وتضمنت 35 مقاتلة سريانية. بدأ الإعلان عن الكيان العسكري الذي يعد الأول من نوعه للمرأة السريانية بمراسم عسكرية حضرها وفد من الإدارة الذاتية والقوة السريانية، حيث أدى 35 مقاتلة سريانية القسم العسكري بموجب حماية المرأة السريانية وجميع نساء روجافا من الهجمات الإرهابية. نحن كشعب سرياني إلنا من آلاف السنين يعني انظلمنا وصار كثير ضغوطات واضطهادات علينا. إحنا قررنا بهالمرحلة هي إنه نقدر يعني فكرنا وجمعنا أفكارنا وقوتنا إنه نحن نقدر نسوي شيء، نقدر نجمع قوتنا، نقدر نعوض الشيء اللي راح مننا. فتقرر بعد التفكير إنه تتأسس أكاديمية باسم نساء السريانيات تكون قادرة توصل لأهداف تحمي شعبها تحمي أرضها، تكون إيد بإيد مع الرجل مع شبابنا بالمؤسسات مع مسؤولينا بالفروع بالمؤسسات الثانية حربية كانت مدنية كانت. أرانيوس القامشلي سوريا.